يعني الله يبارك لك في بنتك والله يبارك لك في ذريتهم. يعني عايز تعليق فضيلتك على الراجل الكريم، الراجل المحترم، اخر حد اتكلم طبعا مع احترامنا للجميع. يعني كل ما سمعناه بما فيهم الراجل الكريم ايوه مبناه العرف. العرف صحيح، يعني واحد نقسم مش عارف لا ايه. ما خلي بالك بتقول لك ايه، انا مالي انا، اه ده المهر بيدفعه الراجل للست، يجهزها بقى ويعمل لها كل حاجة من ألف إلى الياء وأنا ماليش دعوة. ودي موافقة للشرع إنه يتعمل كده، بس هو إحنا لجأنا للتاني المناصفة، نشيل مع بعض المناصفة دي من قلة مفيش، من إنما الراجل القادر على إنه يدفع الكل بقى صعب. إنه او لان الطلبات كتير يا مولانا، ما هو ممكن يجيب ليكن متوسط برضو ولكن طلبات كتير، برضو الطلبات الكتير مردها الى العرف. يعني هقول لسيادتك حاجه، في الخمسينيات التي ادركتها وشاهدتها في اوائل الخمسينيات دي، البنت كانت بتتجوز ب 150 جنيه، ما كانش اطلاقا في شوارها او جهازها او الترتيبات بتاعتها موجود تلاجه، لكن كان في نمليه. ليه؟ التلوث بتاع الجو ما كانش كده، ما كانش بالدرجه دي. النظام اليومي بتاع المراه ما كانش كده. انا متذكر ان امي وهي من مواليد اوائل القرن كانت بتصحى الفجر وما بتنامش لأنها شغالة طول الليل والنهار على قيادة هذا البيت وعلى خدمته وعلى إعطاء الحنان والأمان لمن فيه. لكن دلوقتي الست اتعلمت وتوظفت وأصبح هناك نمط آخر من جريان احداث اليوم. عايز الكيتشن ماشين والمايكرويف ما والدراير على فكره والفراير ايوه، لكن ده مش جاي من افتراها واراده ان هي تبقى مترفه، لا ده جاي من طبيعه سريان اليوم. اختلاف العادات زي ما حضرتك تفضلت، البرنامج اختلف. يعني البرنامج اختلف، البرنامج اختلف، اختلف في النوم، اختلف في اللبس، اختلف في المواصلات، اختلف في حاجات كتير. ولكن يا مولانا لما يصل الامر لتعنت، لافشال الزيجات والحب الجميل الصادق، حضرتك قلت ان هو نادر، نتعنت على ثلاجه ولا بوتاجاز ولا خاتم. لا ما هو هنا بقى انا لازم تتوجد الثلاجه، بقت من الضروريات. تمام. لازم البوتاجاز يتوجد، بقى من الضروريات، لازم الحاجات دي ما كانتش من الضروريات. ما هي ثلاجه ام 10,000 ولا ثلاجه ام 60,000، هي دي القضيه دلوقتي. ادي القضيه. القضيه ثلاجه فيجي يعني. واحد متوسط ويأمل في ان يكون مثل الطبقه العليا بالزبط. اللي معاها فلوس. ما هو ما ينفعش، لدرجه ان بعض بيوت الفلاحين الان التي حتى المساحه بتاعتها مساحه ضعيف، غساله عاديه وغساله نص اوتوماتيك وغساله فول اوتوماتيك وغساله للاطفال. لا ده 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 زياده، ده عباره عن محاكاه للاخرين وليست لقيام الحياه. بالظبط، ده عايز يحاكي الاخرين، ده بيجهزوا اوض نوم الاطفال بديكوراتها بلعبها. ده في حاجات غريبه بتحصل في اوساط اجتماعيه بسيطه بالمناسبه. يعني ربنا قال لنا وعطانا القواعد والمبادئ، قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. ما الصرف؟ ان تضع الشيء في غير مكانه المناسب له، ادي الصرف. واحد عنده قصر منيف فيه 20 غرفة، وواحد عنده كوخ بسيط فيه غرفة والمنافع بتاعتها، في اختلاف. صح، في اختلاف في كل حاجة، في الكم وفي الكيف وفي وفي وفي. يجب علينا ان نخذ العفو. نعم.
وأمر بالعرف وأعرض عن المجاهدين. لما ما نطوعش دي يبقى ما احناش حكماء. طب مولانا ما هو برضه في العرف يعني مثلا ايه، واحد يروح يتقدم لبنت فوالده يقول لها ايه، يقول له يقول والله انا بنت خالتها ولا بنت عمها جالها شبكه ب 100,000 جنيه، فاحنا يا ابن الناس عايزين شبكه ب 100,000 جنيه وهو ده العرف في عيلتنا. هل العرف هنا يسري ولا العرف هنا على حسب مقدره العريس؟ لا، على حسب مقدره العريس وعلى حسب الاحوال كلها، لانه هنا ده مش عرف حضرتك، ده هيترتب عليه انه يرفض هذا العريس من اجل انه ما معهوش ال 100,000. ما معهوش ال 300 جرام زي بنت خالها مثلا. خلاص دام بنت خالها وبنت عمها وجيرانها كانوا كده، يبقى هنا مفيش كفاءة في الدنيا. يبقى مفيش كفاءة. أيوه. يعني لو أبو العروسة قال له يا ابني ده احنا حالنا كده عايز 300 جرام زي قرايبها، يبقى ده حقه. ولكن أنا أصل ما أناش عايز أدي مطلقات، لأن احنا بنتكلم في أمور اجتماعية متغيرة طبعا، يعني متغيرة ومعقدة. ولكن ده فيما يسمونه بزواج الصالونات. أنا شروطي أهي، فيقول له أنا قادر على هذه الشروط. لكن لو كان في حب بقى والبنت متعلقة به تعلق شديد، يبقى لازم يسيب حاجة قصاد الحب ده. يبقى هنا حكمة ولي الأمر بقى. حكمة ولي الأمر البنت طبعًا. هنا طبعا في فرق كبير بين البنت اللي بتحب هذا الولد وحب حقيقي وعنيف وكذا إلى آخره، وبين لا ده هم عايزين يتجوزوا، عايزين يتجوزوا وما فيش حب ولا حاجة، بس الحب يأتي إن شاء الله بعد الزواج، وليست كل البيوت بنيت على الحب كما يقول سيدنا عمر يعني، ده قديمة. فإذن في حكمة، الحكمة هي اللي هتضبط هذه المسألة. لكن كونه يتعنت ويقول له هات لي 100,000 شبكة وهات لي 100,000 مش عارف إيه طب وبعدين، طب انا ما معيش هيحصل ايه؟ ولا حاجه، مش هنتجوز. اه بالظبط، مش هنتجوز. استنى بنتك بقى لما يجي لها ابو 100,000. يا مولانا ده في جوازات بتبوظ على المليون جنيه مؤخر. انا سمعت جواز او شفت جوازه باظت على مليون جنيه مؤخر. طيب هنعمل ايه في من يصمم ان يجعل مؤخر الصداق مليون جنيه واخينا التاني ما معهوش مليون جنيه؟ عارف معناتها ايه؟ معناتها انه لو حصل لا قدر الله انفصال هيطالبوه بالمليون جنيه فيعجز فيدخل السجن. طب ايه يعني؟ طب دخل السجن هم استفادوا ايه؟ ولا حاجه. يبقى ده مش اجتماع بشري، مش كده القواعد دي غلط. ما هو ما فيش عفو اهو. كده القواعد دي بقت مخالفه للشريعه التي تامرني بالعفو وتامرني بالمسامحه وتأمرني ولا تنسوا الفضل بينكم. فأنا بقى جيت أنفصل وبقيت مالتي مليونير ومعايا ملايين لا ما انساش الفضل، وأقول لها إحنا كنا متفقين على 50,000 خدي مليونين. أكبر خاطرها بالظبط بشيء من هذا القبيل، تعمل بو مشروع، تعمل بو حاجة تبدأ بيها حياة جديدة الى اخره. هل المؤخر اللي كل واحد فينا كاتبه على نفسه، المؤخر ده لازم يسدد في حياه الانسان في حياه الزوج يعتبر دين عليه؟ المؤخر من اختراع المصريين فعلا، احنا ما فيش حد غيرنا بيعمله. قد يكون حد قلدونا فيه، لكن احنا اول من قال بالمؤخر واخترعوا هم المصريون. لكن في بلاد كثيره من البلدان المهر فقط، المهر مقدم اللي هو المقدم ده. وبعدين قالوا له الله، طب افرض حصل انفصال نعمل ايه بقى في البنية دي؟ كيف تواجه حياتها الجديدة وتعيش حياة كريمة؟ فبدأوا يفكروا، قالوا طيب نمرة واحد كل ما في البيت هو ملك للمرأة إلا ثلاث حاجات، لبس الراجل والكتب بتاعته والسلاح. كل حاجة وكل حاجة تبقى ملك المرأة، والراجل يطلع بهدومه يعني، والراجل يطلع بهدومه يروح يبات في حتة تانية عند والدته بقى. عند والدته عند والده ربنا يديهم الصحة والعمر.
لكن هو يتحرك. وكل ما في البيت الأصل بتاعه أنه ملك المرأة، إلا إذا أثبت الزوج شيئا بمستند مقبول آخر، شيء آخر قال لا دي بتاعتي أنا، وأدي الدليل أهو المستند بتاعها هي. لكن من غير مستند ده كل حاجة في البيت بتاعت الست. فده نوع من أنواع التأمين للست. الست عايزة تشعر بالحنان والأمان بس، وتديك عينيها بس، شعرها بالحنان وبالأمان. لكن كون ما طول ما هي مش شعرة بالحنان والأمان هي قلقة، هي قلقة لأنه هي الطرف الأضعف، لأن هي اللي بتحمل واللي بتولد واللي بتربي واللي قلبها مشغوف على العيال ما تقدرش تسيبهم وشغلانة كده. فهي الطرف الساكن، فيجب علينا أن نخدم هذه المسألة بحنان وأمان. طيب العفش ده نمرة اتنين، راح مخترعين قالوا طب ما نخلي المهر جزئين، جزء انت قدمته في الأول عشان نشتري ونساهم في الشيء، وجزء بقى تدهولة تبقى في إيدها علشان نعمل كده. فالجزء ده الصداق المؤخر زائد يستحق أيام الأجلين، أيام الأجلين يعني لو طلق أدي أجل أو مات، أو مات يبقى لازم، فده لازم يتاخد من قبل توزيعها. مظبوط. وبعدين أضيف إليه بعد كده بقى النفقة، ده في حالة وبعدين الطلاق. هنيجي إن شاء الله على أحكام الطلاق، العدة والمتعة وكذا إلى آخره، بس علشان الست تاخد الفرصة بتاعتها إنها تحيا حياة كريمة. نعم. انا احيانا يعني انا متشكر جدا لفضلتك، لان الامور دي حضرتك يعني بتعرفنا امور بتسبب مشاكل وربما بتفسد حياه، وكان ممكن يبقى في ود وفي امل واسره تنشا ولكن لا تنشا بسبب التعنت. ولكن ان شاء الله في الحلقات القادمه ان شاء الله هنيجي على فكره البيت والمشكلات. واسيب بس فضلتك لو الاسبوع القادم باذن الله يعني نتكلم في فكره هل ايه الحاجات المسموح بيها في فتره الخطوبه، ايه المسموح بيه، ايه اللي مش مسموح بيه، في بعض الامور كده بنشوفها. يعني انا اؤيدك يعني ان احنا لسه ما خلصناش الخطوبه. تمام كده هنكمل. لسه شويه نكمل الخطوبه وبعد الخطوبه نخش على مشكلات الزواج. معلش بس خلينا في الخطوبه شويه لانه فيها حاجات كتيره. حاضر. ومفردات كتير ان شاء الله. انا متشكر جدا لفضلك، جزاك الله كل خير. اهلا وسهلا. شكرا جزيلا فضل العالم الجليل الاستاذ دكتور علي جمعه، والشكر موصول لحضراتكم، وتصبحوا باذن الله على سعاده وخير وهناء. إلى اللقاء.